عشان ايه يعني يعني الكلام ده يا استاذ عصام ينطبق على المجلس الحالي ولا ينطبق على المجلس يستطيع الجاي؟ المجلس الحالي انه يقوم بدور المجلس النواب في هذه المساله. بس هو هنا ايه، هو هنا الجزء اللي ابتدعه الدستور الجديد في الفقره الثالثه انه شكل محكمه خاصه. هو قال ويحاكم رئيس الجمهوريه امام محكمه خاصه يرأسها رئيس المجلس القضائي الاعلى، وعضويه نواب اقدم نواب رئيسي، هو مفروض رئيسي المحكمه الدستوريه ومجلس الدوله، ادي ثلاثه، واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ادي خمسه. يعني محكمه مشكله من خمسه برئاسه رئيس المجلس القضائي الاعلى، وعضويه اقدم نائب في المحكمه الدستوريه واقدم نائب في مجلس الدوله، واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، وليكن مثلا نقول القاهره وطنطا، ويتولى الادعاء امامها النائب العام، واذا قام احدهما منع حل محله من يليه. هنا يحدد، هنا بقى الفقره الاخيره بماده 52 قالت وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمه ويحدد العقوبه، اللي هو مش موجود لسه، مش عندنا القانون ده. ايوه ده مفروض بقى، واذا حكم بادانه رئيس جمهوريه اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى. بس عايز انبه لنقطه مهمه جدا، الفرق بين الدستور ده والدستور 71 ودستور 56 ان هو هنا قصر الاتهام على ارتكاب جنايه او خيانه عظمى. طيب لو ارتكب جنحه مثلا، يعني فريدي سايق عربيه مثلا وضرب ومطن مات، هنا المحاكمه هتبقى ايه؟ هنا نرد بقى للقانون العام اللي هو قانون العقوبات، يتطبق بقى عليه قانون العقوبات مش كده؟ يطبق بقى طالما غير الجريمتين اللي منصوص عليهم في الدستور، يبقى هنا يبقى يطبق عليه، وهنا يبقى يجوز محاكمته باي محكمه هتبقى لاختصاص المحكمه العادي، لان دي جريمه خارج نطاق الجريمتين دول. يعني الدستور هنا قصر المساله على تنظيم جنايه او خيانه عظمى، هي الخيانه العظمى اصلا جنايه. إنما طيب يعني اي دعوات دلوقتي بيتقدم بها اي مواطن وتهم لرئيس الجمهوريه بانه المتسبب في احداث الاتحاديه او لم يوقف احداث الاتحاديه او المؤطم او اتهامات بانه متورط، كل ده ما ينفعش خلاص. لا، اذا كانت التهمه جنايه فتخضع لهذا النص، انه لابد ان الاتهام يصدر من مجلس النواب باغلبيه طلب من الثلث واغلب الموافقه باغلبيه الثلثين، ويتم تشكيل محكمه خاصه لل، لكن لو جنحه يطبق عليه قانون العقوبات، لكن لو قضيه لو قضيه لو جنحه عاديه يطبق عليه القانون.